المفرز والمسكربون، يكفي 6 أشخاص. الأدوات: قالب تارت. المقادير: للعجينة 150 غرام أو 1/3 كوب زبدة طرية، 60 غرام أو 1/4 كوب سكر كاستر حبيبات ناعمة، بيضة كبيرة 250 غرام أو 1/3 كوب طحين، 1/4 ملعقة صغيرة ملح، مبشور قشر نصف ليمونة، 1/2 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيلا، بيضة مخفوقة. للحشوة: 700 غرام فريز مقطع إلى أنصاف، 250 غرام أو 1/2 كوب جبنة ماسكربون، 200 ملل أو 3/4 كوب كريمة للخفق، 35 غرام أو 1/3 كوب سكر ناعم. طريقة التحضير: للعجينة نخفق الزبدة والسكر وخلاصة الفانيلا في وعاء حتى يصبح المزيج شاحبا وبقوام الكريمة، ثم نضيف مبشور قشر الليمون مع التحريك. ننخل الطحين والملح معا مرتين في وعاء، نخفق البيض في وعاء ونضيفه تدريجيا إلى مزيج السكر والزبدة. نضيف الطحين ونخلط المكونات معا حتى نحصل على كرة عجينة. نضع العجينة على سطح العمل وندلكها براحة اليد مرتين إلى 3 مرات حتى تصبح ناعمة. نجعل العجينة بشكل قرص ثم نغلفها بنايلون غذائي ونبردها لمدة 30 دقيقة في البراد. نمد العجينة ونضعها في قالب التارت المدهون مسبقا بالزبدة. نثقب العجينة بشوكة، نغطي العجينة بورق فرن ونملأ سطحه بحبات فاصوليا مجففة، ثم نخبز لمدة 40 دقيقة في فرن مسخن مسبقا للدرجة 180 مئوية. بعد 20 دقيقة الأولى من الخبز نزيل ورق الفرن وحبات الفاصوليا. ندهن سطح التارت بخليط البيض المخفوق ثم نضعها من جديد في الفرن لمدة 20 دقيقة أخرى. للحشوة نخفق جبنة الماسكربون والسكر الناعم معا في وعاء، نخفق الكريمة في وعاء آخر ونضيفها بلطف إلى مزيج السكر والماسكربون مع التقليب بملعقة مسطحة. تجهيز التارت: نترك عجينة التارت لتبرد بشكل تام بعد الخبز، ثم نوزع خليط الماسكربون عليها. نوزع أنصاف الفريز على الوجه.